المعلومة كذلك التي وصلتنا منذ لحظات كذلك، الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا منح 5000 تذكرة جديدة بالنسبة للجماهير المغربية. التذاكر المباراة نفذت بشكل كبير، لا أتحدث على الجهات الرسمية وإنما نتحدث كذلك عن السوق السوداء المنتشرة بقوة في البطولة العالمية، سواء بالنسبة للجماهير التي تود الاستفادة من هذه التذاكر أو بالنسبة للجانب الثاني الذي يريد الاستفادة واستغلال فرصة ذلك من أجل حضور هذه المباريات وهذه القمم العربية. كيف تتوقع مباراة اللي تكون بين إنجلترا وفرنسا؟ صعبة 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 بزاف، لا غير صعبة. ما تقدرش تعرف، يمكن يربحوا إنجلترا. منتخب فرنسا عندهم فارق كبير يعني. هلا صراحة كان الهجوم دائما لإنجلترا، يعني السنغال كان محاولة تسديد الأهداف عندهم كانت كتير ضئيلة، بس انه لعبوا كتير حلو اثنيناتهم وبيستاهلوا الفوز انجلترا، انه هن الفريق قوي كتير يعني. بس انه مبروك لالون، ونتمنى يكونوا موجودين بالنهائيات. بيلعبون مع فرنسا؟ صعب كتير. هلا هن فرنسا انجلترا اثنيناتهم قوية، فكرمال هيك نحن عم نشوف من اول ما بلش المونديال لهلا في كتير نتائج اصلا صدمت العالم، يعني في كتير ناس ما كانت تتوقع، في فرق ما كانت حدا يتوقع توصل لهون، فما بتعرف هلا شو بيصير. صح يا مريم؟ صح. اول شيء نحن بنشكر قطر على هيدا التواجد، هو كان تحدي كبير لانه ده اول دولة عربية بينعمل فيها بطولة الفوتبول. نحن بنشجع البرازيل وإن شاء الله البرازيل توصل، بلد آمن، في تنظيم، في ترتيب، وبنتشكر قطر كتير. اليوم على ذكر المنتخب البرازيلي راح يواجه كوريا الجنوبية، منو تتوقعين الفوز وكم النتيجة؟ والله هيك ما فيني أعرف، لأنه عم يفاجئونا كتير بين الأرجنتين أول شيء والسعودية، كان في كتير تحدي. إن شاء الله تربح البرازيل، وبعتقد بتربح. طيب انا ابى اعرف منك منو احسن اللعيبه اللي تحبينهم كثير في كره القدم؟ نيمار. هيدا نحن بنشجعه. انت اشوف عندك هنا علم البرتغال، تنصر البرتغال؟ ايه انا بدي البرتغال تربح المباراه. عشان رونالدو؟ ايه. البرتغال يلعب بكره كذلك مباراه مهمه، كيف تتوقع مباراه البرتغال بعد؟ بدي يعني البرتغال تربح وتجي يعني على الاخر ضد البرتغال ضد البرازيل. الجمهور العربي كمان هو جمهور محب كثير لكره القدم، هذا الشيء قدرنا نشوفه هون بقطر. يعني كل المنتخبات العربيه كانت لما تلعب كنت بتحس حالك انها بتلعب في موطنها. يعني هذا الشيء انا حضرته في مباراه تونس واستراليا، مع انهم خسروا بس قدموا اداء جيد كثير. كنت اسمع جمهور الاسترالي خايف وهو بيدخل بيقول لك احنا حاسين حالنا في تونس، ونفس الشيء في المغرب لما لعبوا ضد كندا، كان يعني 90% من الجمهور هو جمهور عربي، مش بس جمهور مغربي او جمهور تونسي، الجمهور العربي كثير وقف كله مع بعض ليشجع المنتخبات العربيه، وهذا هو اللي انا جيت اسويه. وماشي مشكله لما حضرناش في داخل المباراه، احنا غنشجعوا من برا، ونتمنى التوفيق للمنتخب المغربي، عنده منتخب قوي، كنثقوا فيه، كنثقوا في اللعابه ديالنا، في المدرب ديالنا، وتحيه للمنتخب ديالنا، وتحيه للشعب المغربي. المغربي يتواجد كأنه يتواجد ببلاده، ولا عندما المنتخب عندما يدخل المنتخب الى المباراه سيشعر كأنه في بلاده، والمشجعون هم كأنهم في بلادهم، والحمد لله.